التحديات كيف ان هذا الشيء تكلمنا بشكل نظري واش فعلا حنا عندنا القدره الان كتخلق واحد الحماسه داخليه كنتحمسوا من الداخل وكنتشجعوا الافكار كنقولوا ان شاء الله غير نرجع لهذا الدين وعند ولكن كنرجعوا للذكرى كيبدا هذيك الوميض اللي اكتسبناها الداخل واحد الشعله شعلت فينا الداخل زوينه ولكن تبدات تخفت حكم كندخلوا للانشغالات اليوميه ديالنا كل خدام الموظف كل واحد الالتزامات ديالو هذيك الوميض كيبدا يخفت فحنا صراحه التحدي اللي خصنا نمشيو فيه هو ان الوميض خصو ما يخفتش الان عندي مهام حقيقيه عرفت ان التواصل هو قيمه اساسيه ان التواصل مع الاخر يعني تبليغ الخطاب الاخر عنده واحد القيمه بالتالي غادي نحاول نتمكن ان فعلا نبدا الشغل ذاتي اذا كنت قويا في خطابك وعندك رؤيه واضحه وعندك هدف واضح وعندك استراتيجيه محدده كن اكيد الخطاب ديالك سيصل الى الاخر حاجه ثانيه خصك تقولها اذا كان الخطاب نابع عن القلب كن متاكد ان الخطاب يصل الى القلب اذا كانت مثلا واحد هزه واحد الهم لواحد الشريحه من المجتمع هذه الشريحه ما لقاتش من يحضنها وجيتي انت او جيتي انت حضنتيها بلغتي خطاب نابع من القلب وين متاكده انا غادي يوصل القلب كما كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الارواح الجلود المجنده ما تعرف من التلف وما تنافر من التلف معنى لكن خطابك نابع من القلب بحرقه تتكلمي عن واحد الظاهره اجتماعيه